ميليشيات الحوثي تصعد عسكريا في كافة الجبهات وتتكبد خسائر فادحة في الساحل الغربي. خدمة لمشروعها الطائفي، ميليشيات الحوثي تصدر قرارات تعيين جديدة لعناصرها والموالين لها في جامعة صنعاء. هيئة المرأة في المجلس الانتقالي تعقد لقاء تشاوريا في المكلا لتأسيس كيان نسوي جنوبي. أفاد مصدران ميدانيان باستئناف ميليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدا عسكريا جديدا في العديد من الجبهات العسكرية بالبلاد، وشهدت جبهات كرش وتعز والساحل الغربي معارك عنيفة خلال الساعات 24 الماضية، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة. من تخوم محافظة لحج إلى الساحل الغربي مرورا بجبهة مدينة تعز يشتد ضراوة القتال مجددا. هنا في جبهات محافظة لحج دارت معارك عنيفة بين وحدات من القوات الجنوبية وأخرى من ميليشيات الحوثي، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. جبهة كرش كانت هي الميدان الأعنف بين الجانبين، تقول القوات الجنوبية إنها تعاملت مع تحركات للميليشيات الحوثية في هذه الجبهة وصدت هجمات صوب مواقع عسكرية. بحسب القوات ذاتها فقد حققت الضربات إصابات مباشرة وكبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. لا يختلف الحال في جبهات الساحل الغربي عن جبهات كرش، فقد دارت اشتباكات شرسة بين القوات الجنوبية والميليشيات الحوثية في جبهات ريف تعز الغربي وريف الحديد الجنوبي، وأكدت القوات المشتركة أنها شنت قصفا مدفعيا استهدف مواقع للميليشيات الحوثية خلال الساعات 72 الماضية. القوات نفسها أكدت أن القصف المدفعي حقق إصابات مباشرة وألحق خسائر بصفوف الميليشيات الحوثية، وجاء ردا على معاودة الميليشيات الإنقلابية استهداف القرى السكنية في منطقة السويهرة على الحدود الإدارية بين محافظتي تعز والحديدة. وغير بعيدا عن جبهات الساحل الغربي تجددت المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في جبهة عصيفرة عند الضواحي الشمالية لمدينة تعز، وأعلنت القوات الحكومية هناك صد هجوم للميليشيات الإنقلابية صوب مواقع محررة شمالية المدينة، هجوم جاء متزامنا مع إعلان القوات أيضا إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية كانت تقوم باستطلاع مواقع القوات الحكومية غربي المدينة. ملامح تصعيد عسكري إذن يتشكل في العديد من الجبهات رغم استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. تقول مصادر عسكرية إن هذا التصعيد استأنفته ميليشيات الحوثي قبل أيام استباقا لنجاح الجهود الدولية ومحاولة تعزيز المكاسب على الأرض، وبدت هذه المكاسب غير ممكنة مع فشل كافة الهجمات الحوثية في جميع الجبهات العسكرية وتكبدها خسائر فادحة، إذ أقرت بمصرع أكثر من 10 قيادات ميدانية تنتحل رتبا عسكرية وأعلنت تشييعهم في صنعاء، بينهم 2 ينتحلان رتبة عقيد و3 ينتحلون رتبة مقدم. منعت ميليشيات الحوثي دخول شحنات الدقيق إلى مناطق سيطرتها بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء الحديدة. ضمن سياساتها المستمرة لتجويع المواطن البسيط والتي سبقتها قيود إلزامية على التجار، تعود من جديد للمشهد العام في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية حملة أكثر شراسة، إذ شنت الميليشيات حملة لمنع دخول الدقيق وسلع أخرى تخص معيشة المواطنين بهدف الاستيراد عبر ميناء الحديدة حسب بعض المصادر. الحملة تمثلت في احتجاز الميليشيات لمئات الشاحنات المحملة بمادة الدقيق المحلي القادمة من العاصمة عدن، مشترطة الاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه بدلا عن المنافذ أو الموانئ التي تخضع للحكومة الشرعية، في خطوة يرى الكثيرون أنها ستكلف التجار والشركات الوطنية خسائر مادية كبيرة، مما سينعكس سلبا وبشكل مباشر على المواطن وحركته الشرائية.
بيان للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أكد أن وزارة التجارة والصناعة التابعة لميليشيا الحوثي أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها. في ذات السياق تساءل المدعو سلطان السامعي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للإنقلابيين عن سبب الإصرار على حجز قواطر الدقيق بجمرك الراهدة، ما يثبت بشكل آخر وجود انشقاقات داخلية ونسبة كبيرة من عدم الرضا تثير تخوف الميليشيات. لم تكتف الميليشيات بكل ذلك، إذ فرضت في ذات الوقت منع تدفق قاطرات الغاز من مأرب باتجاه صنعاء ومناطق سيطرتها، في تأكيد واضح على تواطؤ القيادات الحوثية في المتجرة بظروف الناس من خلال بيع الغاز القادم عبر ميناء الحديدة بمبالغ مضاعفة غير آبهة بالمواطن وما يعانيه من مشقة فوق ما به من ظروف معقدة. حولت ميليشيات الحوثي جامعة صنعاء إلى تجمع خاص بها من خلال إقرار تعيينات لعناصرها والموالين لها، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات ضد أكاديميي الجامعة. أوصلت ميليشيات الحوثي الإجرامية جامعة صنعاء إلى مستوى مريع من التراجع، وذلك عبر تعيينات لا حصر لها من عناصرها الغير مؤهلين في هيئة التدريس. هيأت لهم الظروف للهيمنة على الشخصيات الأكاديمية فضلا عن فرض مقررات دراسية طائفية كتعبئة إجبارية يرافقها إرغام كادر التدريس وتلاميذهم على إحياء المراسم الطائفية. ملشنة جامعة صنعاء دفع بالكثير من الأكاديميين إلى التواري والانسحاب تحت ظروف أدت في المحصلة إلى وفاة أكثر من 40 أكاديميا منهم بشكل مفاجئ ونهاية قاسية بسبب الضغوط النفسية والظروف المادية التي أجبرتهم عليها الميليشيات. الميليشيات اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبخير الهوية العلمية لجامعة صنعاء وتحويلها إلى منتدى طائفي، أبرزها إغلاق بعض الأقسام في كلية اللغات، كما دفعت عبر أذرعها في الجامعة ببعض طلبة الدراسات العليا لتناول ملازم الصريع حسين الحوثي في أطروحات الماجستير والدكتوراه، إضافة لدراسات خطابات المدعو عبد الملك وسير رموز السلالة التي غدت مجالا نشطا في البحث العلمي الفاقد للمعايير والصادر عن الجامعة. وغدت كليات الطب والهندسة والصيدلة أشبه بشركة خاصة تدر ربحا وفيرا وعائدات قياسية بعد التعديلات التي أجرتها الميليشيات على ما يخص الرسوم المالية التي يدفعها طلاب الموازي والنفقة الخاصة، بعد أن سخرت النظام العام واحتكرته على أبناء السلالة والمشرفين وأبناء قتلاها. وطبقا لمصادر مطلعة فإن عميد كلية الطب السلالي المدعو القاسم محمد عباس شرف الدين حور الأنظمة فيما يخدم سياسة الجبايات، حيث لم يعد الطالب يحتاج اختبار قبول في معظم أقسام الكلية مقابل دفع مبالغ باهظة لقاء الحصول على مقعد دراسي. عقد في مدينة المكلا لقاء تشاوريا موسعا لنسائي حضرموت ضمن التحضيرات لتأسيس كيان نسوي جنوبي يدافع عن حقوق المرأة. المرأة الحضرمية اليوم أصبحت أكثر وعيا عن ذي قبل. هنا لقاء تشاوري موسع لنساء حضرموت احتضنته مدينة المكلا. اللقاء نظمته هيئة المرأة في المجلس الانتقالي الجنوبي تحت رعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي. طبعا نحن كنساء في الجنوب محتاجين الى كيان نسوي يكون لسان حال جميع النساء الجنوب. فطبعا في المستقبل ان شاء الله بعد العيد سيكون هناك في نزول ميداني لجميع محافظات الجنوب وانشاء لجنه تحضيريه لتاسيس برضو هذه الهيئات الاداريه لهذا المكون. وحاولنا بقدر الامكان ان نجمع بين كيانات كل المكونات السياسيه في محافظه حضرموت، والحمد لله نحن نجحنا في دعوه كل الكيانات في المحافظه، وكان اللقاء ممتع جدا، وإن شاء الله نقول إنه لقاء مثمر، وسيخرج وهذا اللقاء نقول إنه بتوصيات كبيرة جدا من أجل أن ينجح هذا اللقاء وأن نكون كيان جنوبي واحد يمتد من عدن إلى المهرة.
المشاركات في اللقاء أكدن على أهمية تأسيس كيان سياسي نسوي جنوبي موحد يدافع عن حقوق المرأة التي كفلتها لهن أدبيات المجلس الانتقالي وميثاقه الوطني. وجاءت الدعوة من هذا اللقاء إلى توحيد الجهود النسوية والعمل سويا لنصرة القضية الجنوبية والدفاع عنها. نتمنى من أن يفعلوا هذا الكيان من غير محسوبيات، يعني يأخذوا بالاعتبار، مع احترامي للقدامة، الناس القدامة والكوادر، مع احترامي لهم قد ناضلوا وقد قدموا وقد سووا وقد اعطى فرصة للناس المتعلمة، الناس أصحاب الشهايد، الناس اللي فعلا بتقدم. هذه المحسوبيات نتمنى أن تكون بعيد. كان حضور مشرف وكانت مناقشات مستفيضة لكل الأخوات، وناقشا في بعض الأمور حول التشكيل النسوي في جميع المحافظات، وأيضا الاستحقاق السياسي للمرأة الجنوبية، بينما عندما منحت هذه الكوتا للمرأة 30% في الحوار الجنوبي المنعقد في 4/5 أعطى المرأة 30%. فأني أول نرى شخصيا أول يتم توحيد المنظمات النسائية قبل العمل في توحيد الكيان هذا المستقل للوحدة. فهناك كثير من المنظمات النسائية، مطلوب الآن نعمل دراسة كاستشارة بتوحيد المنظمات النسائية أول في كيان واحد، لأن فيه تشتت في الكيان النسائي. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تحرص على مشاركة المرأة في مختلف المجالات، فأعطت لهن المجال للعمل في هيئات المجلس، وأفرضت للمرأة والطفل دوائر خاصة في الأمانة العامة والهيئات التنفيذية في المحافظات والمديريات. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مبادرة مجتمعية لإعادة تأهيل الطريق بين العاصمة عدن والمحافظات الشرقية. أهلا بكم مرة أخرى. أطلق شباب بالمنطقة الوسطى في محافظة أبين مبادرة مجتمعية لصيانة الطريق الدولي الرابط بين العاصمة عدن مع باقي المحافظات الشرقية. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. تقاوم المبادرات المجتمعية ظروف الحرب لتملأ الفراغ الذي خلفته الحكومة وجهاتها الخدماتية في كافة المجالات. فريق إشراقة أمل التطوعي بمديرية المنطقة الوسطى بأبين منذ 2019 يبادر بإصلاح وصيانة الطريق الدولي بدعم خاص وإمكانيات متواضعة بعد ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في تلك الطرق. عمل كبير وليس بالهين كما قد ينظر إليه البعض ويعتبره مجرد عمل ترقيعي أو مجرد سد حفر. لا، هذا العمل يتطلب مننا إمكانيات ويتطلب مننا جهد، لأن هذه الطرق طرق دولية وطرق يمر عليها المسافرين وتربط المحافظات الشرقية بالمحافظات الجنوبية، وتغيب تماما دور الجهات الحكومية وصيانة الطرق والمنشآت ولم يقوموا بواجبهم المنوط. وعندما لاحظنا هذا الإهمال وهذا التسيب وكثرة الحوادث في هذه الطرق، قمنا بإطلاق هذه المبادرة التي تهدف في المقام الأول إلى عمل حلول لهذه الحفر المنتشرة على طول الطريق، وكلها تأتي بدعم من فاعلي الخير لاستشعارهم بالمسؤولية تجاه هؤلاء المسافرين. العمل هذا تقوم به الدولة بإمكانيتها الكبيرة، لكن في الظروف هذه الحالية احنا نقوم بالعمل لهذا تطوعيا، ونرجو من الأخوة فاعلي الخير الدعم والدولة بمساندة هذا الفريق، لأن هذا الفريق تطوعي ويعمل يعني له بصمات كثيرة في هذا الخط بدون أي دعم بدون أي مساندة. ونشكر كل من ساهم وتعاون معنا.
قيام دور مؤسسة الطرق والجسور وصيانة الخطوط الرئيسية بأبين، وسع دور شباب المبادرة بالمنطقة الوسطى ليمتد لإصلاح وصيانة الطريق الدولي بأبين الرابط بين العاصمة عدن مع المحافظات الشرقية وصولا إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. والله الدولة منقصة كثير حقنا، والطرق مكسرة وكل يوم هذا. مشكورين وناس يعني شقالين صحيح من قلب صافي يا أخي، ومشكورين على هذا العمل وأعمالهم ممتازة. أول مرحلة أولى تسخين كما تلاحظون، نسخن الدامر ومن ثم نعمل الخرسانات نصبها في الحفر ونضيف عليها دامر، ومن ثم نقوم بردمها بالدكاكة. توقف عمل ونشاط مؤسسة الطرق والجسور والجهات المختصة في صيانة الخطوط الرئيسية والفرعية بأبين عرقل بشكل كبير من عملية نقل المسافرين وشاحنات البضائع والنقل الثقيل، والذي انعكس تأثيره سلبيا على الحياة اليومية للمواطنين. لقناة الغد المشرق، عثمان عامر، أبين. أما الآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة. توج مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في نهائي البطولة العريقة على ملعب ويمبلي، وفرض متوسط الميدان إلكاي غوندوغان نفسه نجما للمواجهة بتوقيعه على هدفي السيتي. أما هدف يونايتد فقد سجله البرتغالي برونو فرنانديش، ويعد هذا اللقب السابع لمانشستر سيتي على صعيد المسابقة المحلية. ختم هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم العناوين. ميليشيات الحوثي تصعد عسكريا في كافة الجبهات وتتكبد خسائر فادحة في الساحل الغربي. خدمة لمشروعها الطائفي، ميليشيات الحوثي تصدر قرارات تعيين جديدة لعناصرها والموالين لها في جامعة صنعاء. هيئة المرأة في المجلس الانتقالي تعقد لقاء تشاوريا في المكلا لتأسيس كيان نسوي جنوبي.